شيخ أحسن الله إليك، الشهرة المنهي عنه في اللباس هل هو مختص بالنوعية أو يشمل الكيفية؟ وإذا كان يشمل الكيفية فما رأيكم في من يقصر ثوبه يعني أو يطيل يخرج عن العادة؟ ألا الشهرة بارك الله فيك عام في النوعية والكيفية والعلو والسفول، حتى مثل الغني إذا لبس ما يلبس الفقير صار شهرة. يعني لو أن الإنسان غنيا خرج إلينا بعباة مرقعة وثوب مرقع ثوب وسخ ثوب ما له أزرة، نعم هذا شهرة، أليس كذلك؟ أليس الناس يشيرون إليه يقول شوف شوف لا وش؟ وكذلك بالعكس. ولهذا جاء في الحديث أنه نهى عن لباس الشهرتين، يعني نزولا وعلوا، كذلك أيضا في الكيفية. لكن إذا قدرنا أن الكيفية من السنة وكان هذا الرجل ممن يقتدى به، يعني إمام بين الناس، لا ينكر فعله بل يقتدى به، فهنا نقول طبق السنة. وأما إذا كان فعله سيكون شهرة وربما يكون سببا في الاشمئزاز منه والنفور عنه ففي الأمن الساعة والحمد لله. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المنتهى إيش؟ الكعبين، فكله في ساعة، ما دام في ساعة. والصحابة كانوا يفعلون هذا أيضا، ينزلونها عن نصف الساق، فالأمر واسع والحمد لله. ولا يخفى علينا جميعا أن أبا بكر لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه أو قال إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه، قال يا رسول الله إن أحد شق إزاري يستقي علي إلا أن أتعاهده، قال إنك لست مما يصنع ذلك خيلاء. نحن إذا تأملنا وجدنا أن إزار أبي بكر إذا استرخى عليه نزل، علمنا أنه نازل عن نصف الساق، لأنه لو كان إلى نصف الساق ثم نزل الأرض نعم انكشفت عورته، وهذا مما يجعل الإنسان سعة في هذا الأمر. فالمهم أن الشهرة تختلف في الواقع، تختلف باختلاف الشخص. إذا كان إماما يقتدى به وأن الناس إذا رأوه مثلا لبس هذا الشيء من اللباس قالوا هذا هو السنة وفعلوه، هذا طيب، ولكل مقام مقام.